مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير جريدة الرأي الأستاذ وليد الجاسم. أستاذ وليد، بعد التحية، تكريم جديد لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، ما دلالات هذا الوسام الرفيع إليك؟ تفضل. مساء الخير. أول شيء هذا التكريم وحضرة صاحب السمو في هذا الظرف الصحي، كلنا ندعو لصاحب السمو بالشفاء وسرعة التعافي والعودة إلى أرض الوطن. وأستذكر بيت الشاعر اللي يقول: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. هناك من يكتسب من الكرسي قيمة مضافة، وهناك من يعطي الكرسي قيمة مضافة، وقيمة مضافة كبيرة جدا. الشيخ صباح الله يحفظه ويشافيه نوعيته يعني ذو أفق دولي، وذو أفق دولي منذ زمن بعيد. الله يعني يذكر أيام اللي كان وزير خارجية بالخير، كان وزير ولكنه كان أكبر من مجرد وزير بكثير، كان رئيس وزراء وكان أكبر من رئيس وزراء بكثير، وحتى لما صار أمير لدولة الكويت كان أكبر من مجرد أمير لدولة إقليمية، لدولة صغيرة، كان عنده بعد إقليمي وبعد عالمي، حظي باحترام رئيس أكبر دولة في العالم. مو مرة ولا مرتين يعني ترامب يشيد بحضرة صاحب السمو هذه الإشادات الكبيرة، ويتوج هذا التقدير الكبير بمثل هذا الوسام اللي لم يحصل عليه أحد من 29 سنة تقريباً، وعدد القادة العالميين اللي حصلوا على هذا الوسام يمكن 11 فقط. الشيخ صباح دائما يعطي قيمة مضافة للشيء، وما نملك إلا أن احنا يعني نرفع أكفنا بالدعاء له بأن يحفظه ويعيده سالما غانما لما منحه لهذا الوطن ولما يستحق أن نمنحه نحن أبناؤه. نعم، اللهم أمين. أستاذ وليد، صدر بيان للبيت الأبيض بهذا الخصوص ضمن التأكيد على الدور المهم للسمو الأمير، ما الذي يعكسه هذا على صعيد العلاقات بين الكويت والولايات المتحدة إليك؟ تفضل. طبعا لا ننسى الدور الشجاع الذي لعبته الكويت سنة 2003 في حرب تحرير العراق من السيطرة اللي كانت كاتمة على أنفاس أبناء العراق قبل غيرهم. معظم دول العالم كشت في تلك الفترة وخشيت، لكن الكويت راهنت، وراهنت من منطلق معرفتها بما يدور في الوجدان العراقي الداخلي. كل العراق كان يتمنى التخلص من ذلك الطاغية، والكويت اتخذت موقف شجاع، انتقدت عليه كثيرا في ذلك الوقت، لكن صفق لها كثيرا بعد ذلك لشجاعتها وإسنادها. العراق كانت أهم دولة تنطلق منها عمليات تحرير العراق. هذا موقف لا يمكن تنسى الولايات المتحدة، مثل ما أن الولايات المتحدة لا تنسى مثل الأدوار الكويتية في حفظ استقرار المنطقة وحفظ السلم والأمن الدوليين. ولا يفوتنا اللقب اللي يحمله صاحب السمو كقائد إنساني، وهو لقب فريد من نوعه وأممي. والآن هذا الوسام، وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد أعلى، كلها مؤشرات على الأهمية الكبرى التي يعني تمكن حضرة صاحب السمو من وضع الكويت فيها على خارطة الدول الفاعلة في هذا العالم. الكويت دولة فاعلة مهما كانت صغيرة، الكويت دولة يعني مميزة في المنطقة، لعبت دور في الاستقرار الخليجي والاستقرار الإقليمي وحتى على الصعيد الأمريكي. نعم، الأستاذ وليد الجاسم رئيس تحرير جريدة الرأي، شكرا جزيلا لك.